الحدود يا بنتي كي تلقي راجل ولا طفل ولا صغير في البلد هذه اجا حسبي. وكنت نخدم في الحرام في ايطاليا وفي هولندا وفي المانيا وفي موسكو وفي روسيا. انا بار اكزومبل فكولي بنتي، شوفي فيا فكولي بنتي، مرتي مات بكورونا فكولي بنتي وبورق فكوها لي في السويس في ايطاليا في سقف الله يا ربي في فرنسا وعندي ما يثبت. والله ام دافير واخا غير ما ندور انا ام دافير. لا جوست هكا باهي ام دافير وروحوا بيكسبرسيه من ايطاليا من فرنسا ومعروف معروف حتى سفير بتاع ايطاليا وسفير بتاع فرنسا ووزير الخارجيه بتاع تو يعرفني. باهي اوكي حاجه باهي حاجه باهي. قل لي منين انت؟ سمعت كلمه من الجنوب هذاك هو تشرفوا باهالي الجنوب وتونس الكل بيان سور. باهي قلت لي باش نحكي لك على المراه التونسيه. مراه تونسيه اختي انا قسم بالله انا اعرف واحد صرفت عليها صاحبتي ما زدت ما عرفتش بها صرفت عليها 40 مليون 40 مليون زدت ما عرفتش بها ما عرفتش بها الحمد لله. وهي تو كانت تشوفني تعرف روح. وكنت نخدم في الحرام في ايطاليا وفي هولندا وفي المانيا وفي موسكو وفي روسيا والالبان يلعبوا فيها رجال الالبانه اللي يلعبوا فيها رجال والميساج هذا التوانسه اللي عايشين في ايطاليا. لا ما غير ما تدورني ما نحبش معروف قال لك السيد معروف نحب نقعد هكا فهمتني يجيني جوست هكا خلي بين وجهي انا على الاقل ايوه هاكا وجهك يبان فهمتني. اما شنيا نحب نفهم حاجه اللي يحرق الايطالي علاش يصب في البلاد رئيس جمهورية داخل في حيط المشيشي جندوبي داخل في حيط البوليس الوراق داخل في حيط مسكين ربي يعاونه هكا ولا يحب يخلي وقفوا خلي يوقفون تونس كامله داخله في حيط. يا اخي النهضه هذه انتخبها شكون؟ انتخبها شكون؟ انتخب المشيشي انتخب القيس سعيد ما انتخب الشعب التونسي هكا ولا جا ربي نحكي مع كلام رجال. بلادنا الغالب ضيعها في حيط اي واحد يقول لك فهمت لا الدنيا غاليه ومعيشه وكذا يحن للوضع نتاع بن علي قبل اللي هو الدكتاتور الله يرحمه. فما ناس تقول لك ما الله لا يرحمه الله يرحم كل موم. اما غير نفهمك في حاجه الدوله هذه هاي الداخليه وراك هاهم بوليسي ارحموا الشباب خدموهم ها واشترهم البوليسيه فهمت لا من الثوره كانوا يضربوا في الحجر وكذا ودخلهم في الفلتان اللي هو كمان ما غير ما نحكوا ارحموا الشباب. اي مواطن تونسي يقول لك حب نحرق اي طبيب يقول لك حب نحرق قرا وتربى في تونس علاش وصل يقول لك نحب نحرق يا بنتي الناس فدت عنده الحق ولا ما عندوش حتى انا فد منك حتى مني انا والله حتى انا فد منك هي الناس حب تحرق. انا بار اكزومبل فكولي بنتي شوفي فيا فكولي بنتي مرتي مات بكورونا فكولي بنتي وبورق فكوها لي في السويس في ايطاليا في سقف الله يا ربي في فرنسا وعندي ما يثبت. ومشيت اليوم فهمت لا وزاره شؤون المراه وبعثت مراسله فهمت لا رئيس الحكومه وبعثت مراسله فهمت لا رئيس الجمهوريه ليله 26 سبتمبر عيد ميلادي 1981 ليله 26 سبتمبر مشيت لقصر كرتاج ما ضربونيش الله يرحم والديهم الله يرحم والديهم ما ضربونيش قالوا لي باهي وصوتك وصل وكذا وعملت فهمت لا شكاية. اما ايش باش نقول لك راه بنتك رجعوها لك ولا لا بنتي تو الحمد لله بعثت مراسلة للبرلمان فما واحد فهمت له اسمه سي محسن علاقة مع المواطن قال لي باش الدوسي بتاعك باش نبعث وزارة الخارجية وشكيت لوزارة الخارجية وشكيت فهمت له القيس سعيد وشكيت فهمت له حتى حمات الوطن معنا اللي يحكموا في الناس كل وزير الدفاع بعثت لهم فاكس وهم يعرفوا كل شيء ما عاونونيش اخويتي بقيت نجري وكذا ندبر في شويه فلوس منه ومنه ونكذب كان نقول لك ندبر في لاني لاباس راني عائلتنا لاباس عليهم. عملت محامي يهودي جربي وقف معايا والحمد لله اليوم هو اربعه عادوا لي بنتي على الواتساب ها نوريها لك تويكا في التليفون ها نوري لك بنتي ها يا سيدي ها نوري لك بنتي اليوم هو اربعه ها وبالبريف ها نعلت الله على الكذاب باه وينها جميل هاي عدوها جميله لحظة وسلم ولدي هاي يا بنتي ريتيها هاي تونيزيان هذايا بعثته وزير هذايا بعثته رئيس الجمهورية ماكرون هذايا الميساج بعثته رئيس الجمهورية ماكرون هيك هو انا بحط علاش روحت لتونس؟ سي ان بون كيستيون بري الله يرحم والدين 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 والديك مرتي توفت يا فتاح يا رزاق عامل سكادو مشي نخدم على الروح وجوي به وعندي كوشره ماهيش باسمي راه باسم ولد عمي شدوني صارت لاتونتا معناها نقولوا فازة ارهابيه معناها فهمت كيفاه؟ جا سي الباجي سي الباجي الله يرحمه فوق من قلبي نقولها الله يرحمه والداخليه تعرف تاريخه ووزاره الدفاع تعرف تاريخه
ها يا سيدي نطلع في مترو عامل ساكادو دابوزا ما ساندويش خاطر كاسكروت اختي ساكوتشي والباك الدخان ساكوتشي نلقى روحي كابل مشتا هاني واقف ريتني واقف توا نلقى روحي كابل مشتا. وين هذا؟ هذه في بلاصه اسمها باري 19 وجماعه الخارج يعرفوها بوك لا فيليت سال تينيزيا سال كوناغ سال شو باكوا ما عملت حتى شيء ما عملت حتى شيء لكن ديما فما رحمه دخلوني الكوماسيريا معنا الكارد افي معنا كيفاش فاهم مالي لا مش ننعاش الكارد افي سي السلون السلون نعرفش جيور فوالا جيور معلش هزوك الجيور السلون حاجه اخرى هزوني الجيور الجيور هو في في المنطقه معنا وقفوني فهمت كيفاه تك 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 قالوا لي يا معلم هيك مدخلها في حيط انت كيفاش مدخلها في حيط ارهابي مجرم قالوا لي ليه ماكش مجرم يهاني بفلوس يجوي به قالوا لي انت ماك حرقت عام كذا 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 يكذبوا هما راه ها يضربوا على الكمبيوتر قالوا لي فهمت ولا جوك مريقل وانا كناتري من الاخر نقولها لك انا كناتري انا كناتري وخرجت بفلوسي مانيش قاعد كلوندستين ومعنا خرجت بفلوسي فهمتي وخايتي المهم فكولي بنيتي وكذا ومرتي توفت الله يرحمها برا ثواها وكل شيء وخذيتها على حب معناها فهمتني مش على الاوراق معناها بصراحه مرة الاولى بزنستها وهبت لها في البيره ونخولها في الزطله وكذا ولا نحكي معك بالرسمي ولابسه من يجيب وجوها باهي وكذا ومن بعد فهمت اللي حبيتها برجوليه فهمتني الله يرحمها ما شفت منها كان الخير وخي المهم ميساجي هذايا الوزير الداخليه التونسي باهي ميساجي هذايا وزير الداخليه التونسي حكم انا في تونس لازم نقول بكل احترامات وزير الداخليه الفرنساوي المحكمه الفرنسيه تعرفني انا نحب نفهم علاش روحتوا بيا علاش شعب ما عادش نرجع ترجم لا باش نرجع والله العظيم نرجع لي فرونسي نقول لك حاجه بلا 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 بوغيان يخافوا راه لي فرونسي راهم يخافوا اما شنيا ايش نفهمك جدود صحاح رجال صحاح رجال صحاح مع كل احتراماتي كل احتراماتي كل واحد يقول لك بورقيبه 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 هي انت ماك تحب بورقيبه برا امشي لفرنسا امشي الفاكولتي اسمها سربول ادفع 15 يورو برا شوف بورقيبه كانك تونسي ماك تحب بورقيبه وبورقيبه وبورقيبه وشو باكوا برا شوف بورقيبه كانك اردني برا شوف تاريخك كانك تونسي برا كانك سوري المهم لي فرونسيس الخونه الخونه تسمع فيا انا ما ندخلش الخونه كل اختي هذه اختي فهمتي ولا وقت انا يشدوا فيا بالسيف ما حبش نروح ها هاي هاي لا بوليس فرونسي والسفير يعرفني طارق من يعرفني فهمتني قسم بالله يعرفني ولا نبيع في خبر ولا نبيع في حد شيء وجوي به انا غير رسالتي برك رسالتي نقول لك حاجه حلوا الحدود قال الشاب عمرو هذا انت من عم قداش اخت بجاربي معان قداش عندي برشا فما واحد فنان اسمه شاب عمري شاب عمرو تزيري قال لك فهمت ليش شكون اللي حلوا الحدود حلوا الحدود يا بنتي كتلقي راجل ولا طفل ولا صغير في البلد هذه اجا حاسبين يعطيك الصحه